يا هلا يا احنا شو فينا اليوم؟ شنو نستطيع الكاميرا؟ انت شفت شو فينا اليوم؟ شفنا اليوم اول يوم لايف؟ اقول لك ليش؟ لان اليوم اول مره نفتتح اللايف تشوف روحنا في المونيتور ما نشوف روحنا في الكاميرا. اي ترى صيت بخير مساك الله بالنور. شلونك؟ طويله العمر ان شاء الله بخير الله يعطي الصحه والعافيه. مرتاح؟ الحمد لله امورك طيبه فضل من الله. كل شيء اوكي؟ ما دام انت موجوده اليوم وانا انت موجود اليوم بس ومتابعينا معنا على الحمد لله رب العالمين. مولعين مولعين خلنا وينهم؟ اي لا يعني مولعين. انا اكذب عليك اذا اقول لك انا يوميا مثلا اذا اروح يعني مشاويري هذه مثلا رايحه صالون رايحه سوبر ماركت رايحه صيدليه لازم احد يوقفني جاهزين. والله وايد ناس علقت وياهم وانا وايد مستانس. لا زين اكو بعد واحده كتبت لك عمري الاخضر انت اي والله اكو واحده كتبت لك ما عندي تعليق حبيبتي والله عليكم حبيبتي. السلام كلكم عليكم السلام وعسى الله يوفقكم بتفوزون الله يزعل ان شاء الله بحب يزعل يا رب يا رب يا رب. في واحد يحذرنا بتفوزون ولا ازعل؟ لا لا كله ولا انت لا تزعل انت بالذات لا تزعل ولا حد فيكم ان شاء الله بيزعل. يا رب يا رب مشاركتهم هم الاهم واحنا امانه يعني ما تتخيلون ايش كثر انا وعيسى اني واحنا مستانسين ومشتاقين ولودنا ان البرنامج يكون كل يوم اوف صح والله علشان الناس والله مو علشاننا يعني يمكن احنا عندنا حياتنا عندنا أشغالنا وموجودين معاكم في السوشيال ميديا بس مجلس زين الرمضاني غير بعيسى غير والله العظيم. أنا أول حلقة تذكرها ما أقول لك صادتني قلقة العام وملل وضيقة صدر من عقب ما كملت اللايف. تعودت على الناس هني تعودت على الناس تعودت على كلامهم الطيب على تحلطمهم على الدايركت مسج على الغشاش كله 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 عسل البوره والله العظيم حلو والله العظيم تعودت وايد كان شيء حلو وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السنه يعني ان شاء الله الايام تمشي على ساعه بين ان شاء الله ان شاء الله. واليوم الحلقه حلوه حلوه بالالعاب اللي عندنا وبالجوائز وبالفقرات ودائما متابعينا لهم نصيب من الحلقه سواء من خلال فقره عيال الديره او حتى فقره المشاعر المشاريع الصغيره والمتوسطه. عندنا اول فقره ابو عيسى فقره عيال الديره. عيال الديره عيال الديره كلهم اتصالنا جاهز يا شباب يلا قول بسم الله هاتفونك ابو عيسى عندك وناخذ الاتصال. مبارك عليك ما تبقى من الشهر اخوي خالد. وين الار؟ السلام عليكم جماعه شلونكم؟ احنا زينين انت شلونك؟ الله يسلمكم الله يسلمكم. امانه احنا وايد مستانسين وفخورين بوجودك معنا على الهواء وزين اللي يعني قدرنا ان احنا نبوق من وقتك هالدقايق لانه يعني امانه المساحه اللي راح تمليها معانا في الهواء مساحه نقدر نقول ثريه ومفيده وتشرف امانه اخوي خالد. الله يسلمك والله انا اللي اتشرف فيكم. الشرف لنا ومساك الله بالخير ومبارك عليك ما تبقى من الشهر يا خالد. علينا وعليك علينا وعليك اخوي. يعني مبدع وغني عن التعريف ومشرف للامانه. شكرا يا اخوي شكرا ما تقصر. يعني بس نبي نقول يمكن حق لازم بيكون في شريحه مثلا ما تعرف انجازات خالد شنو بس يعني لو تكرمت تشرح لنا اهم الانجازات صح. اللي انت سويتها. ايه انا الله يسلمك طبعا شاكر لكم على الاستضافه الحلوه والقعده الخفيفه. انا الله يسلمكم شغلي يعني ما اقدر اقول انه مجال واحد مجالات مختلفة كلها تحت الأمور الفنية والأعمال الفنية منها الديجيتال بينتينج أو اللوحات اللي معمولة على الجهاز الكمبيوتر وعندكم طبعا الأعمال 3D ومعظم أعمالي 3D تتكون من الشغلات اللي لها علاقة بال مشاريع المعمارية ما شاء الله. من ضمنها الجزر اللي يسوونها حق مملكة البحرين. فشغلي جماعة شوية مختلف عن الفنانين مثل ما يقولون التراديشنال. هو ما بين الأعمال الكوميرشل والأعمال الفنية البيرسونال اللي أسويها. كفو عليك يا خالد. وخالد بس سؤال على السريع شاركت كشخصيات جرافيك ديزاين في مثلاً كسينما كأنيميشن في شيء صار من قبل كذي؟
أنا والله كنت قبل معظم أعمالي من السنين أول ما بديت معظم شغلي كان يعتمد كله على الشخصيات الكرتونية 3D. نعم. فكنت وايد عندي نشاط مستمر أونلاين، هذه قبل الإنستغرام وقبل السوشيال ميديا، كانوا الشباب دائما في الارت يخلون اعمالهم في الويب سايت العالميه تبعت ال 3D. فمن ضمن الاشياء اللي كنت انا احطها اونلاين في اعمال فازت بجوائز عالميه في كتب او برامج. فمن هناك معظم الناس اللي يشتغلون في الافلام السينمائيه يا بصير يعني بيعرفوني من شغلي أو بيستعملون بعض أعمالي كإيحاء لهم إن هم يعني لما يشتغلون على بعض الأفلام اللي كانوا يسوونها بالسنين اللي فاتت. على فكرة أخوي خالد، ترى أنا عارف ليش بعيسى أسألك هالسؤال، لأنه هو كان شاك من معلومة وما شاء الله عليه قدر يسألك ومتأكد من الإجابة ومتعبت في موقعه من قبل وشفت شخصية حق حصان ونفس الحصان شو كان الجرافيك ديزاين شيء مهول وقاعد اشوف يعني والله العظيم بدون مجامله. وخالد ما عليك امر يعني، بس اذا تقول لنا موقعك عشان اللي قاعد يسمعني يدخل ويشوف شغل ربعنا البحرينيين شنو الويب سايت. انا طبعا جماعه الويب سايت مالي سهل تذكرونه، هو محرقي ستوديوز. وممكن في الجوجل يسوون سيرش او يسوون سيرش على خالد المحرقي بحرين ودايركتلي يطلع لهم الكونتاكت مالي، او عندهم في الانستغرام اللي هو خالد اندرسكور محرقي. معظم الابديت اللي اسويها اليوميه تكون على الانستغرام، ومعظم اشغالنا الجديده تكون طبعا لها علاقه ويا الاشياء اللي قاعده تصير اليوم. حلو حلو، كفو عليك يا خالد، نورتنا اخوي خالد. كل عام وانت بخير ومبارك عليك، ما تبقى من الشهر مره ثانيه. الله يسلمك، ودنا نطول معك ونتكلم اكثر عن اعمالك لكن الوقت يداهمنا، لكن شاكره لك واقدر امانه هذه الدقائق اللي اعطيتنا اياها. شكرا ما لك، ما قصرت يا خالد، احنا اللي شاكرين لكم وشاكرين لزين، وان شاء الله موفقين ان شاء الله ببرنامج اجمعين يا رب اجمعين. شكرا، الله يسلمكم، مع السلامه. مع السلامه، مع السلامه. انزل الجيم، قبل الجيم انا خلنا ننزل ثوبي. و ايش عندك قبل الجيم؟ ايش سوى فيني في الادلاق؟ صاديو 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 كوكيز كوكيز مثل ما صاديو اشي وايد، ومثل ما سوى سكرين ريكورد على اشي وايد. انا انزل ثوبي يات على الكوكيز، انا قايل كاسر بازرق يا زعم، كوكيز وحركات. لا لا حركات صراحه، ايش رايك؟ ماشي روعه يا البني. بعدين قول لي من وين شاري، انا ادور كذي بقول لك، اخاف يقولون دعايه. بعدين بيني وبينك بقول لك من هني، ترى من هني يعني مو شو اسمه انترنت اوردر ونطري. لا 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 بعد حالات دوركت اللبس والله. زين يلا خلينا نخش الكوكيز، استرع الكوكيز ونشوف الجيم الاول يا كنترول. الجيم راح يطلع على الشاشه، بشرح لكم الحين يا جماعه الخير. احنا الحين عندنا قدامنا هني رقم 7881 صح؟ ال 7881 هذه مسوينها بالشباريت، حركولي شبريتين من مكانهم، شبريتين بس عودين من الشبريت، وخلوا الرقم يكبر بالضبط. يعني إذا تحركون هالعودين اللي من الشبريت طلعوا أكبر رقم. يلا أكبر رقم، كله منك الكوكي سوالنا لوية، سوى لوية هني. لا مو 7881 لحظة، لا 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 أنا لا. ما بعرف الرأي. يلا اشرح أبو عيسى. تحركون عودون عودون من الشبريت، عودون من الشبريت. لا مو منك، من الأزرق الأزرق مو منك. عودين من الشبريت، إيه عدل، تطلعون أكبر رقم. يعني هاي العودين تقدرون تسوون فيهم رقم مثلا، شوف أي أكو ويكونون عبارة عن ترى شنو بعد خلنا نسهلها. زين ستة أرقام، خمسة 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 أرقام، الحين خمسة خمسة صح، خمسة خمسة, صح خمسة أرقام. في أحد قدر إنه يكبر الرقم اللي على الشاشة؟ أي بس أنت ما كبرت وايد يا أخوي، ترى يكبر أكثر. أي لأن العودين اللي بتاخذهم ما بتقطهم، بعد بتستخدمهم في رقم. سهل سهل، شو أسوي الحين؟ أيوة كذي، ها
في اجابات وايد قريبه من الصج. وايد 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 يعني معناته ان الكونسبت وصل. اي خمسة ارقام. خمسة ارقام وبيكونون اكبر من الرقم اللي على الشاشة. صح صح، مجرد انك تشيل عودين. 9 زائد 9 9 1. لا هي مو عملية حسابية اختي، انت بتشيلين العودين بتكبرين الرقم اللي على الشاشة. ها هي تعرفين شنو فكرت؟ ان العودين اللي بتشيلهم تسوي فيهم زائد. لا والله صار يجين بعد هالفكرة والله العظيم. والله او بسوي فيهم ضرب مثلا. اي او بسوي فيهم ضرب يكبر الناتج. هاي حق الحلقة الجاية حق. اي والله عكاسم فائز يابا والإجابة. إيه البن علي أندرسكور إسكي عليك أو عليك بستين ألف عافية. وشنو الإجابة؟ الجواب كان شيء ما 7 9 1 يا جماعة. عدل يعني تشيلين العودين اللي في الإيت. إيه واحدة هني واحدة هني وبعدين تحط العودين. بالضبط صرون 7 9 1 عقب العودين تسوين فيهم 1. بالضبط يعطيك أو يعطيك الصحة والعافية البن علي أندرسكور إسكي. ما أعرف وشن هي الجائزة؟ أول جائزة طبعاً 50 دينار كاش نفس المسابقة اللي راحت. صحيح عليك بستين ألف عافية 50 دينار كاش. نروح حق سؤال ثاني ولا تبي مشروع؟ ناخذ مشروع كيفك. يلا ناخذ مشروع. ناخذ كوكيز. ناخذ كوكيز. عطنا كوكيز. الكوكي المشروع الأول في فقرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلس أندرسكور موهيتو. بلاس موهيتو فكرته شنو؟ عبارة عن بوكسات فيها مشروبات باردة فيها موهيتوز حركات، ومشروع بحريني ويستاهل الدعم وكل الاحترام والتقدير له. هذه هو على الشاشة عندكم إياك حق الإمارات الحين في رمضان. لا حلو. اي والصيف بعد جاي شرب موهيتو. اي احتال بس جلوبين ابغى اشرب من الموهيتو ولا لا؟ لا لا عادي ورد الالوان اللي داخل في البوكس كفاية. جلوبيات جلوبيات سويت لنا سؤال انتنا والله ترى ليحين. ها انت صراحه رمضان 2021 برعايه شو اقول بس. اي والله شو اقول ليحين ليحين عقب ما نخلص اللايف برامج كم فيديو. عقب ما نخلص اللايف لازم انا اعلق اقول لك لازم اقول لك كم شيء وانا بعد. الله يستر. يلا عندك الجيم ابو عيسى. عندنا مكان. إيه؟ بحط لكم مكان وكالمعتاد كتبوا لي اسم المدينه اسم الجسر. هو عبارة عن جسر. اسم الجسر وفي أي ديرة في بس. نفس السطر يا جماعة عشان ما تخسرون التراك مال الأجوبة. أنا أفكر سطر واحد عشان يجاوب صح هو اللي شو اسمه يعني بعرف تسولف يعني أكثر. أي. من كذي شرح واضح. أي. أبو عيسى ما في. فأتمنى يعني يصير اللي قلته. إن شاء الله. أنا بيبقى أنا بروحي ما فهمت قلت. لا لا أنا فهمت. أنا حطوا صورة المكان يا جماعة. يلا هو عبارة عن جسر. الله شوف الجمال. سبحانك ربي شوف الثلج. سبحان الله. يوم أنا كان التصوير جات الحرارة 37 يا أبو عيسى. أيه ويقول لك بعد بيزيد في الأسبوع. صايمة 37 يا أبو عيسى. شوف شوف المنظر شوف المنظر. لا إله إلا الله سبحانك ربي. 37 اليوم والله 37 تصويري أودور والشمس كذي مول. أنا اليوم أنا ما طلعت بيني وبينك قاعد للفطور. أحسن اللي يقدر ينخش ينخش. يلا يا جماعة جسر الحد حاول مرة أخرى. يلا يا جماعة الخير أبو عيسى نشف ريجه هو يقول لكم لا تحطون الإجابة بالقطار. إي والله يا جماعة ولسه لكم سطر واحد. إيه؟ اسم الجسر والدولة في نفس السطر. حرام لأن في ناس قاعد تكتب الدولة صح. تشوفيهم؟ إيه؟ أكا هذه واحد أكثر من مرة ترى أكثر من مرة اسم الدولة وايد قاعد يكتبونها صح. مو برلين مو برلين لأن تكرر وايد جسر برلين ولا لندن ولا الصين. اه يا لندن ولا جورجيا ولا المانيا. ها جسر برلين الماني. لا لا ها يا جماعه الخير صحح الكلمه. اي صححها. اي خاطر اقول اسمك خاطر اقول اسمك بيهجمون عليه. لا اصبر شوي ما اقدر اقول اسمك يا ابو نواف. مكتوب شوف وايد قاعدين تكتبون لي اسم الديره وقاعدين تكتبون لي قاعد يكتبون الجسر في مكان واسم الديره في سطر ثاني. والله حرام بس انا اعتقد في متابع لللايف ياب الاجابه الصحيحه. صدق والله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. اعتقد 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 خلينا نشوف الحين الشباب في الكنترول. الاكونت ظهر على الشاشه اس اندرسكور العرادي 21 يا بها العرادي يستاهل. الف مبروك. الجسر اسمه لاندواسر في سويسرا. لاندواسر في سويسرا وايد ناس كتبت سويسرا وتقفلت شديد. إذا أنا شلون أطلع الإجابة الصحيحة شلون إذا أنت ما حطيت لي إجابة كلها في سطر واحد؟
نشوف جائزة العرادي. العرادي جائزة العرادي. نشوف جائزة العرادي، وايد في جوائز حلوة. صدق والله. وايد في جوائز زينة. عشان أحط الجار صح؟ أي. أبل واتش إس إي، ألف ألف مبروك. تستاهل يا العرادي. جوائزنا وينهم؟ هني أكهم. هذا لين هني عشان ما إنزين طال عمرك. إيه تبي مشروع، تبي لعبة القفل. نأخذ لعبة القفل. نأخذ لعبة القفل. يلا نأخذ لعبة القفل. لعبة القفل. عطونا يا كنترول لعبة القفل. إيه. وحكاتب أنا بروح أنتحر. فاطمة لا تنتحر. لا إيش طولت العمر يا يبا. لا تنتحرين، هذا الكلام مو زين مع زين. إيه والله. تمي. إن شاء الله كلكم بتفوزوا. فكي عنك هالحكي. يلا لعبة القفل. لعبة القفل. إيه. زين. شفينا مبراضين نشرح لعبة القفل. شفينا مبراضين لأن أنا انقفل مخي. لعبة القفل. أنا انقفل مخي. إنزين. الله يقدرني على فعل الخير ويا رب أقدر أشرح. يا رب. القفل قدامكم أربع بوكسات تحت. البوكس اللي فوق أتكلم عن اليمين. إيه. 0415 صح؟ في رقم صح بس مكانه غلط. يعني بس رقم واحد صح شيماء. بس رقم واحد صح. ممتاز. البوكس الثاني رقمين صح. بس مكانهم. بس مكانهم غلط. البوكس اللي تحت على اليمين رقمين صح ومكانهم غلط. اللي عنده ورقة وقلم بيجيب الإجابة صح. البوكس الرابع ولا رقم صح. يعني قط البوكس خير شر برا. يعني وركز لي على الثلاثة. يعني شيماء احنا بنستبعد تقصدين الأربعة والاثنين والستة والثمانية. الأربعة أرقام ما فيهم لا أربعة ولا اثنين ولا ستة ولا ثمانية. حلو حلو حلو. وبيكون من أربعة أرقام. في ألعاب عيسى ما تقدر تحلها بالنظر إلا إذا أنت وايد تركز وشاطر في الحساب. أي. هذه إذا عندك قلم ورقة دقيقة تجيب. سهل لأنك بتأكس على الأرقام. وبتطلع الناتج. بتطلع الناتج. وصدق هو بيكون من عبارة من أربعة أرقام. يعني أنت قاعد تقول لا في أربعة ولا اثنين ولا ستة ولا ثمانية. لا رقمين صح بس مكانهم غلط. يعني يمكن اثنين وستة، يمكن خمسة وستة، يمكن خمسة وسبعة. المهم إنه رقمين من ذي البوكس. بوكس اللي وراء رقم صح من هالأربعة أرقام. بس مكانه غلط. يعني يمكن أربعة قدام، يمكن خمسة قدام. إنزين هي كذي الفكرة. حلو. والبوكس اللي تحت رقمين صح ومكانهم نفس الشيء صح. أي صح أكا قاعدة شوف الجواب. أي. إنزين يعني الحين مثلاً رقمين صح بس مكانهم غلط في أول بوكس. يعني تحسين شنو هما؟ رقم صح بس مكانه غلط. لا اللي هما رقمين صح بس مكانهم غلط. يعني تبين نقول أقول شوفي أنت معروفة عنك، أنت أكثر واحد يدلع. أي والله العظيم زيادة عن لزوم وحصل زف ذني. لا ما وأنا سوي روحي ما أسمع. يصير أقول كنترول رقمين صح ومكانهم صح شنو؟ يصير أقول والله بالي يقول لي لا سوي لي كذي هددني رفع لي صبعة لا تحملي يقولين شوفوا شباب أي تبى أقول الرقم. البوكس اللي على اليمين تحت خلينا نركز فيه رقمين صح ومكانهم صح. مكانهم صح مو شرط انهم ورا بعض بس مكانهم صح. يعني يمكن انت تحكي عن مثلا عن السابعة انت تحس مثلا انت تتكلم عن السابعة مثلا تحكي عن التسعة. بي انا قدامي جواب صح بس في رقم واحد رقم واحد غلط. رقم واحد غلط. رقم واحد غلط. يعني مكان السابع والتسعة شو اسمه آخر بوكس على اليمين أحس كله صح. أحس كله صح. أي أحس سابع وتسعة عشان إذا ما يسمعون. لا مو ما بيسمعونك. زين يلا نشوف. ولا رقم صح يعني لا أربعة ولا اثنين ولا ستة ولا ثمانية الجواب فيه. حلو. فك روحك لا تحط ولا شيء من هالأرقام. من هالأرقام. يا جماعة ولا رقم صح اللي هو في البوكس اللي هو 4 2 6 8 ما ولا واحد فيهم صح. هاي فكت روحها حط الزيرو. اي قاعد عم مللتوني. يلا يلا زيرو يلا الله العظيم. ها ترى اغلب الاجابات صج بدون ارقام البوكس ذاك. ها اي ولا يعني البوكس اللي تحت ولا رقم فيه من الاجابة الصحيحة. 9751 لا شوفي يعني برد عيل انا بدون ما يسمعون البوكس اخر واحد اللي على اليمين اخر واحد على اليمين اللي هو 1749 1749 79 مكانهم 79 مكانهم صح. خلصني انت وياه 79 مكانهم صح. خلينا نروح على
4 7 4 4 يا جماعه لا تكتبونه، لا تكتبون 4، لا تكتبون 2، لا تكتبون 6، لا تكتبون 8. من الاخر نور، سلوى، رفاع، اكس، عبد الله، هذا اللي قاعد اقول اساميكم كله غلط بس جراب شويه انتو. حمود علي، لا حمود علي بعيد، بوي وايد بعيد. اي 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 بوي سكيته اي ما عليك. شلون بطلع؟ يلا 5791 حايكي. يعني انت شو نسوي حايكي؟ انت قاعد واحد كتب 5729. لا اله الا الله، حرام عليك. لا اله الا الله. 5729 والله حرام. عيد النظر 5709 حق لهم كتبوا لي 5729 غلط. انا قاعد اقول لكم ان غلط. الريال بغيبها. مكان السفن ومكان الناين صح، مكان السفن ومكان الحين أنا قاعدة أشوف إجابة صحيحة. أنا قاعدة أشوف إجابة صحيحة. الإجابة الصحيحة يا بها العبد أندرسكور 1 2 3. يا بها العبد والله كفو عليه. تبي شنو الإجابة؟ 5739 5739. وشنو جائزة أبو عيسى؟ جائزة الله يطول لي بعمرك. نقول بسم الله، نقول بسم الله. شن هي الجائزة؟ العبد 1 2 3. جائزتك عليك 60,000 عافية و كاش 50 دينار. مبروك تستاهل. مبروك 5739 مبروك مبروك مبروك. يستاهل. زين ناخذ لنا مشروع علي بيكري. يلا ما عليكم امر شباب، نشوف مخبز علي، مخبز وشغل كيكات رمضان وروح سمنة. الله. لا لا خفيف. يقول لك علي، يقول لك مخبز علي مشهور اكثر شيء بالعقيلي الاشياء هذه، يعني أوكي. لما تجيب حركات الهيل والزعفران شغل رمضان، قهوه عربيه و... اي 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 حلو حلو، يناسب هاي الموسم، يناسب الجلابيه. اوه يناسب الجلابيه. جلابيه ولا ذي جلابيه؟ الحمد لله الكاميرا موجوده. وين الكاميرا؟ اعطوني كاميرا. انا انت تعرفون حركه الجست هذه اللي نص الشاشه الحين؟ تفضل الجلابيه ولا الجلابيه؟ والله هو مني ولا مني؟ هناك اجل هني يناسب الجلابيه. اوكي علي نحفهم. فضحتنا فضحتنا فضحتنا. دشوا على مخبز ابو حسين علي اندرسكور اندرسكور بيكري. دشوا على علي، يستاهل يستاهل. انزين انزين يلا على لعبه، ندخل على جيم، ندخل على جيم. أنا احنا تعرفون في هاي طابق، احنا في طابق 22 يعني اذا قطيت روحي اي أيوة والله باذن الله بموت. لا بسم الله عليك. انا احتار اذا كتبون لنا غش ولا اثبتوا لنا غش. لا شلون غش؟ ما اعرف انا شلون غش. انا واضح علي اني ضايقت وعصبت. لا 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 ما ادري شلون يعني. جعفر كاتب لنا ما لا ما ما عليك ما عليك ما يعني ربعني تنقرشون والله. يعني سؤال؟ يعني اخذها مزحه؟ لا اي 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 اخذها مزحه. زين يلا اعطونا جيم. الجيم ابو عيسى النقاط كاتب لنا كم سؤال. علي علي مساعد ابو حسين واحد كتب كم سؤال باقي. باقي الله يطول بعمرك 3، يعني باقي 3 جوائز يا جماعه. زين هاي سؤالنا شنو شيماء؟ هذا السؤال لعبة النقاط. قلت لك مرة شلون تعد، أسهل شيء تجيب ماركر سبورة وتحط نقطة على المثلثات وبتوصل حق العدد. حلو يلا هذه الجيم الرابع، الفقرة السابعة، عدوا المثلثات اللي على الشاشة. توكل على الله. أقل من 100؟ أي أقل من 100. والله مزحة. الحين انا اشوف الناس اقل من 100. اي عن السؤال اللي قبل اي يقول لك ما في رقم 3. شو ما في رقم 3 يا جماعه؟ ما ادري وايد سهل. وايد شو ما في رقم 3؟ الحين المهم خلنا احنا في ذي الجو، خلنا الحين اقل من 100. اقل من 100 انتم كلكم رحتوا فوق ال 100 يا جماعه الخير. مبارك عبد الفلاح لا، يوسف 377 لا، ايما شريف 77 لا، لا ام حمد 88 لا، 107 رضا محسن لا. اقل من 100 يا جماعه، خلكم اقل من 100. الحين في ناس قاعده تجرب وايد من الاجابه الصحيحه، هاي معناته انت ويا زيدته ويا قصرته في المثلثات. اي اي تصرفوا بسرعه. انا اتوقع هاي سهل ينحل.
لان الارقام وايد قريبه. زين الحين ترينا السؤال الخامس انت بتشرحينه. انا بين بينك انا ما فهمت. انت عطيتني الضربه القاضيه. اذا شوفي بنشرحها ويا بعض. الجيم الخامس اللي عقبه. الله يقدرني على فعل الخير. الله يقدرني على فعل الخير. انا قاعده اشوف اجابه صحيحه. انا قاعده اشوف اجابه صحيحه. من؟ كيران اندرسكور اكرم. 96 مثلث. 96 مثلث. 96 مثلث. اسحب. اي خلنا هني لك انا هني بس هني تفضلي خلينا نشوف شنو هي جائزته. 96 يا كيران. كيران اكرم. كيران اكرم. خلينا نشوف شنو هي جائزته. شنو جائزته؟ جالكسي تاب اي 7. الف الف مبروك. سهل وعليك ب 60 الف عافيه. باركولا يا جماعه باركولا. كانت الاجابات وايد قريبه. هاي معناته يزيدون بالغلط او يطوفون مثلثات بالغلط. يعني معناته ان الناس صدق الحمد لله قاعده تحسب. صدق قاعده تحسب. تستاهل. اللعبه الخامسه. اللعبه الخامسه. كم الساعه؟ حطوا لنا الساعه. على الشاشه يا شباب. الله. وركزوا في الشرح يا جماعه اللي شيء ما بتشرحه. اولا نركز في شكل الساعه. الساعه منطقيا فوق شمال 12 جنوب 6 شرق 3 غرب 9. أولاً الساعة فارينها. هاي رقم يبين مو بسيدة صح؟ أنت مجرد ما تعدل الساعة وتخلي العقارب ثابتة بتوصل حق التايمينج الصح. يعني أنت هني بتعرف تحدد. هي فيها ترك بسيط. بتعرف تحدد بناء عليه عقرب الساعة. إيه؟ وعقرب الدقايق. وعقرب الثواني. ولحظة في شيء وايد مهم. ركزوا على العقرب. في عقرب رايح على ساعة، في عقرب رايح على دقيقة، في عقرب رايح على ثواني اللي هي الخطوط الضعيفة. هاي بعد ركزوا عليه. ترى مجرد ما تفر الساعة تعدلها بتوصل بتصيد حق الحطة بالضبط. في تايمينج وصلني وايد قريب من الإجابة. ما شاء الله شلون كذي؟ قلت لك أنا ذا فريت الساعة خليت 12 فوق وستة تحت بتوصل حق التايمينج. بس ما شاء الله وايد جرب ترى بسرعه وايد يعني. وانا وايد مستصعب السؤال تبين الصج و ما شاء الله في اجابه خطا. بس انا اشكرك على هالاجتهاد اللي جاب لنا الساعه والدقيقه والثانيه. بس ايه خطا ايه الاجابه ايه. راح على الستوب ووتش شوي. راح على الستوب ووتش. راح على شوي الستوب ووتش. هو ساعه ودقائق. ساعه ودقائق. ساعه ودقائق. ساعه ودقائق. هاي الثواني يعني كذي. حد الان ما في اجابه صحيحه. 12 ونص لا. ثلاث ونص لا. ثمان ونص لا. يعني لو احنا قبل الفطور كان يمكن الإجابة صح. حلوة ذي. لو احنا ايش فينا؟ لو احنا قبل الفطور بش كثر يمكن يعني لان هني انتوا كله عقب انتوا هني كله عقب الفطور. كله عقب الفطور. لا تعالوا قبل الفطور. تعالوا قبل تعالوا بيتنا قبل الفطور. قبل الفطور استقبلكم. حبيت حبيت الطريقة والله العظيم. قبل الفطور اوكي. لا واحدة ساعة 51 دقيقة أنا راقدة هالحزة. الفيحاني. أوه يا بها الفيحاني. أندرسكور الساعة 54 دقيقة. حزة راسي أنا هالكبر بقى على الأيام ساعة وشوي. راسي هالكبر. الفيحاني كفو عليك والله اللي صرته. برافو برافو صراحة. 54. 50 دقيقة. ممتاز. ممتاز. هو شفت قبل الفطور. إيه. قبل الفطور هو. لا حبيت شلون نسحب له الفيحاني. تفضل نقول له بسم الله الفيحاني يلا نسحب له من الحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيحاني. انا اللي ما اعرف لها ومستانسه. سلام اسمح لي. سلام سلام عندي ميت. الفيحاني عليك بالعافيه. بلاي ستيشن 5 تستاهل كل خير يا حبيبي. تستاهل. لا يمكن هو يمكن احسه ستايل الجيمنج وهالاشياء. يعني هاي صعبه اللعبه من كثير يبي يعني الا واحد مال تكنولوجيا. والله يعني هاي ما صيدها انا ما صيدها. برافو. 54 لا 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 برافو. انزين اللعبه السادسه. اللعبه السادسه في الفقره التاسعه. اعطونا يا كنترول الجيم على الشاشه. يلا عندك تبيهم يحسبوا مثلثات. والله شلون بس حسبوا لي المثلثات. بس حسبوا لي المثلثات والله يقدرني على فعل الخير. مستليمه اليوم اليوم انا
مستحي من روحي والله ذبت ذبت في مكاني. عدوا لي المثلثات. المثلثات عدوا لي المثلثات. خلصنا من كم الساعة الحين عدوا المثلثات. المثلثات يا جماعة شوفوا بتشوفون شكلهم قليل بس هما كلش مو أقل من 100 من الحين. أنا أقول لكم إيه؟ تشوفون شكلهم قليل مو أقل من 100 مثلث موجود في الصورة. ترى مو 6 مو 7 مو 52 لا طلعوا فوق 100 طلعوا فوق 100 لأن شوف أشوف الصورة الحين لو بجواب أقول إيش أنا هاي في 30 قلت لك هاي بيلها قلم قلم هاي بيلها قلم فوق 100 يا جماعة. هو شوفي الناس ليه تكتب ليش لأن البث يتأخر. اي صح يعني أنا ديلي يصير عندنا في فيها تقريبا ترى 10 ل 20 ثانية. اي اي من شي تشوفين اللي حين قاعد يكتبون ماذا حين تشوفين الناس حين بتكتب إن شاء الله كلها فوق 100. اي هما فوق 100 عشان ما نطول عليكم مرة دي ساعة كم الحين 9:30 لا الحمد لله اليوم خش اي اليوم أجيب. سريعين وآخر جيم نبي نختمها بإجابة صحيحة إن شاء الله وراها جائزة أحلى بإذن الله. أم جناحي 125 125 فطوم محميد لا كلها هاي غلط الأرقام اللي بقولهم كلهم غلط. وليد 100 غلط. ما صدت الاسم صارقين لا كله غلط وايد رحتوا فوق إيه؟ وايد رحتوا فوق. أوكي فوق الأمية بس مو لهالدرجة يعني فوق. حصلنا أتوقع بينصاد أتوقع بإذن الله ينصاد يا رب. الإجابة 170 لا 107 حسوف قلت لك هذه قاعدة عد من قبل. إيه 107 لا خلونا نشوف صاحب الإجابة الصحيحة على الشاشة. أم الطويل 33 ألف ألف مبروك. 104 مثلثات 104 مثلثات 104 مثلثات مثل ما قال أبو عيسى فوق المئة بس مو لهالدرجة مو يعني الأرقام هذه لنا. لا والله عندك حق الطويل حق الطويلة والله حق الطويل حق الطويل شنو جائزته سمي جائزة أم الطويل إير بودز ألف ألف مبروك تستاهل يا حبيبي باركولا يا جماعة والفال لكم يا رب يستاهل يستاهل وكلكم تستاهلون اي والله العظيم صدق عد المثلثات متعب وايد يستاهل ايربود برو انا بس لا اذا بتقول لي صدق المتعب شيء ما ساعة اوه ساعة 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 وايد صعبة يعني حتى القفل اسهل منها اي القفل اسهل منها ساعة فيها فرات راس لا فيها والريال يقول شنو سهلة في روسيا يقول لك اعمارهم 13 سنة حلوها ما عندي تعليق تتغرني بروسيا ما عندي تعليق ما عندي تعليق والله يا مال الجلابيه ما عندي تعليق ما يصيدوننا احنا بعد في اشياء احنا عندنا بعد اشياء الروسيين ما يصيدوننا احنا بعد ايه والله العظيم هو انت مثلا تركب صوره عليها قطه هذا هو الوعلان انا خايف ترسل كاميرا لايف يعني صوره يركبون عليها قطه ما يصيدوننا في اشياء احنا قوي ما يصيدوننا ما يقدرون علينا حبيبي قلدك لا والله في بعد والله شوفوا يا جماعه عقب باكر عقب باكر في روسيا مو في البحرين احنا بعد مو بسهلين في اشياء يا اخوي ايش فيك الله يعطيكم العافيه الله يعافيك يا ابو راشد والله يطول باعماركم جميعا وان شاء الله يا رب يا رب يعني ما نقدر نرضيكم يا رب والله العظيم الوعد عقب باكر ان شاء الله جاهز ابو عيسى ان شاء الله باذن الله باذن الله مع السلامه. ليس لي أجلك ولا لأجل العالم الذي نفدا صبره الذي نفدا صبره ولا المدارس التي نفدت تلاميذا ودفاتر وحبره ودفاتر وحبره ولا توصيات الأطباء والخبراء وقراء النشرة ليس لأي شيء من هذه القضايا الكبرى لأجلي هذه المرة لأجلي لأجلي هذه
شكت إبرة لأجلي هذه المرة، لأجلي هذه المرة، لأجلي هذه المرة. أجرني من الحزن بشكت إبرة. أرأيت أحدا يحرم عيش عمره؟ أنت جسري فكيف أعبر دونك الطيف الأخرى؟ أنت صبري فكيف أنجو من الغرق دون سترى؟ أنت عمري، أنت جسري، أنت صبري، أنت قدري، والله لما رماك بي كان أدرى. أنت سري فأين أخبئ ما لا أطيق به جهرا؟ أنت بعضي فلا تؤذني، لا تؤذني قيد الشعر. أنت قدري، أنت سري، أنت بعضي، لأجلي هذه المرة، لأجلي هذه المرة، لأجلي شكت إبرة.